السلام عليكم معكم علي اهلا وسهلا بكم بدرس جديد اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وضع لك فيديو ليصلك كل جديد البعض يتابع القناه لكن نسى يشترك في قبل ما تتابع الفيديو تاكد انك ضغط على زر الاشتراك ومفعل زر التنبيهات ليصلك فيديو جديد كل يوم باذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن الاحرف الانجليزيه والاصوات يجب ان نعرف بان هناك صوت للحرف واسم للحرف اذا اسم الحرف وصوت الحرف لدينا في اللغه الانجليزيه 26 لتر 26 حرف في اللغه الانجليزيه تنقسم الى مجموعتين المجموعه الاولى نسميها vowel letters consonant letters يعني احرف صوتيه واحرف ساكنه تابع معي نهايه الفيديو لكي نميز بين أسماء الحروف وأصواتها. إذا نبدأ بأسماء الحروف أيضا لدينا كل حرف في له شكلين الشكل الأول نسميه كابيتال لتر يعني حرف كبير أو نسميه أبر كيس letter حرف كبير أيضا عندنا lower case letter يعني حرف صغير أو نسميه small letter إذا حرف صغير. لدينا A إذا بهذا الشكل إذا A capital letter A small letter أو عندنا المجموعة الأولى نسميها upper كيس المجموعة الثانية نسميه lower كيس letter أو نسميه capital الشكل الثاني نسميه small A A لكن الحرف هذا كابيتال هذا سمول أو اسم ثاني نسميه أبر كيس A لور كيس A يعني A بالحرف الكبير و A بالحرف الصغير أيضا في نهاية الستة وعشرين حرف نتكلم متى أستخدم الحرف الكبير والحرف الصغير إذا A B C إذا دائما اللاين الأول السطر الأول بيكون حرف كبير السطر الثاني بيكون حرف صغير D E كابيتال اي سمول يعني حرف كبير اي e حرف صغير اي اف ايضا اف لاحظ الحرف الكبير اف ما في زائده لكن اف سمول في زائده من الجهتين جي جي اذا اي بي سي دي اي اف جي اتش اي ج ك ال ام ان لاحظ حرف الام لدينا ثلاث لاحظ زائدات بين الام اثنين او P, p small q q small r s t u v w x y z اذا a كما قلنا كل حرف له شكلين الشكل الاول بيكون حرف كبير الشكل الاخر بيكون حرف صغير كما تكلمنا ايضا نسميه Capital Letter او نسميه Small Letter او نسميه Upper Case Letter Lowercase Letter A B C D E F g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z لاحظ بعض الحروف تغيرت بشكل كامل مثلا عندنا الـ a كابيتال سمول تغير ال b ايضا تغير ال c نفسه بس عباره الحرف الكبير بيكون اكبر بالحجم c صغير يكون اصغر منه ايضا الدي لاحظ يتغير ايضا الاي يتغير e بين شكل الحرف الكبير والصغير الاف لاحظ ايضا في تغيير لكن تغيير بسيط بس عندنا الزيادة هذه ايضا بيكون شكل الحرف بهالشكل هذا ايضا الجي لاحظ يتغير الاتش ايضا يتغير الاي نفس الطريقه ايضا الجي الكي لاحظ نفسه بس عباره الحجم يتغير كابيتال الكبير والصغير ايضا الال لاحظ بس عباره كبير صغير ايضا الام يتغير الان نفس الكلام الاو نفسه كبير لكن يتغير الحجم البي ايضا نفسه بس يتغير الحجم كيو يتغير ايضا الار يتغير الاس ايضا يتغير فقط الحجم عندنا T لاحظ فقط عندنا زيادة بين حرف كبير وصغير ايضا اليو الحجم يتغير في عندنا زائدة اليو الفي لاحظ ايضا بس الحجم يتغير الدبليو ايضا الحجم يتغير الاكس يتغير الحجم الواي لاحظ بهذا الشكل بالنسبة لحرف الواي وعندنا الزد ايضا يتغير الحجم اذا لاحظ فقط هذه الحروف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اذا 12 حرف بيكون نفسه الكبير والصغير ال14 حرف بيتغير بين حرف كبير وصغير من ناحيه الشكل ايضا ممكن شخص يسال متى استخدم الاحرف الكبيره هذه نستخدمها في بدايه الجملة عندما أكتب جملة وأيضاً بداية أسماء العلم مثلاً أحمد، محمد، سوزان، ماري، أيضاً أبدأ بحرف كبير مثل اسم ماري ما أكتبها الطريقة هذه يجب أن يكون حرف كبير بداية الاسم أيضاً أسماء الدول، أسماء الجنسيات بيكون عندنا وأسماء اللغات بيكون عندنا حرف أيضاً كبير كما قلنا لدينا اسم الحرف إيه لكن صوته لكن صوته ممكن يكون إيه مثل عدنا بيك لاحظ الفضناء إيه بينما مان لاحظ آ آه إذا هناك فرق بين صوت الحرف وأسم الحرف إذا لاحظ إيه بيك بينما عدنا مان آ آه إذا بفرق بين إيه آ أيضا لدينا حرف السين ممكن نلفظه سي لاحظ ستي اذا هذا صوت للحرف ممكن نلفظه تشا فعندنا تشير ايضا ممكن نلفظه كا ترافيك لاحظ لا نقول ترافيس اذا يجب ان ننتبه لي اسم الحرف وصوته هذا فقط كاسم عندما اريد اهجي الحروف بي اي كي اي M A N C I T Y C H A I R T R A F F او دبل F دائما اذا دا حرفين دبل I C اذا نحفظ كلمه دبل دبل يعني اثنين دبل A دبل I دبل O دبل U دبل اي e. وهكذا اذا نحفظ كلمه دبل يعني اثنين مضاعف اذا عد ما نحفظ الكلمه مان اذا نحفظ الحروف اخر مره اي بي سي دي اي اف جي اتش اي جي كي ال ام ان او بي كيو ار اس تي يو في w x y z ايضا انتبه الحرف هذا b لدينا p اذا b شفتها مرتاحات b p ايضا لدينا f v لاحظ ف ف v v ايضا انتبه الاحرف الصوتيه i e a o u اذا a أي أو يو E A I O U -E. هذه هي محركات الصوت في اللغة الإنجليزية يعني كل كلمة يجب أن يكون فيها أحد هذه الحروف مثل عدنا الفتحة والكسرة والضمة مثل A هي الفتحة عدنا الـ I والE هي قبلها الكسرة باللغة العربية وعندنا O هي الضمة هذا الشكل هنا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن الأحرف في اللغة الإنجليزية مع لفظها أتمنى أقدم شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته